بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم. مرحبا بكم الحبة، الحلقة جديدة من برنامج أفاضل وفضليات. هذا الموسم الرمضاني الثالث بالصبغة الرمضانية، وهذه الحلقة السابعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل سنة طيبين، والعيد خشت بسرعة سبحان الله. الجلسة الماضية أو الحلقة الماضية كانت باسم نماذج من عطائهن، جلسة واحد، واليوم جلسة اثنين. الجلسة الأولى شرفني بالحضور كل من تبارك الرحمن، حنتحدث على شخصيات المهندسة نادية المنصوري، بفعل أنها هي مخرجة أفلام وكذلك مديرة صالون فا للموسيقى اللي في دار الفنون، وذات عطاء كثير. وكذلك المهندسة أحلام، أو صدقا هي يعني مهندسة ويقال عنها عطاءات أخرى، أحلام بالحاج، بفعل أنها هي خبيرة في المجوهرات وشف، وعندها برنامج تلفزيوني وكثير. اليوم نواصل نجاحات المرأة الليبية، وتحديدا فيما يتعلق بالعطاء، خصوصا اليوم تبارك الرحمن عندنا خبيرات، خبيرة دولية وخبيرة محلية في جانب المال والاقتصاد والإنشاءات والمشاريع الضخمة، وهذا شرف لليبيا. بداية دكتورة سناء الليشاني أنستينا، رب يحفظك، شكلك تلبت الدعوة، وسنتحدث مع حضرتك عن جوانب كثيرة، أهمها السيد الوالد، هذا صاحب العطاء الطويل، وبعض الشخصيات اللي تأثرت بها، وكذلك أنك أنت أثرت رجوع لليبيا مع كل ما يسمى بالمزايا والإغراءات الموجودة. أنستينا دكتورة. الله ينسك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا أستاذ أحمد، شرف لينا. بارك الله فيكم على الدعوة الطيبة هذه في الشهر الفضيل، ونوجه تحية لكل المستمعين والمشاهدين. نعم. ونقول لهم رمضان مبارك. أمين أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك، شكلك ربي يحفظك. نعم. كذلك صحبة البشمهندس ذات العطاء الكبير الواسع صدقا، يعني في سنتعرف لاحقا على هذه الأوجه العطاء إن شاء الله، أستاذة هتاف الأرناؤوط، شكلك تلبية الدعوة، ربي يحفظك، ومرحب بك يعني صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا باشمهندس أحمد على الدعوة اللي تكرمنا وتشرفنا بها جدا، يعني أتلج صدورنا تلبية الدعوة هذه. نهني الجميع بشهر رمضان المبارك والعيد اللي على الأبواب. إن شاء الله حيكون على الأبواب، على الأبواب الحمد لله، كما يقال بالعامي دورة. شكرا، ان شاء الله ربي يهنينا. امين امين امين. دكتوره سناء، السيد الوالد معروف عنا انه هو ليه اسهامات ومساهمات، او هكذا سمات افضل، في كثير من بدايات مشاريع ومصانع، والله اعلم منشات ماليه واقتصاديه. فلو تتكرمي قليلا عن سيد الوالد، قليلا كوقت طبعا بيكون كثير في حقه يعني. نعم تفضلي. بالنسبة لي أنا والدي الأستاذ سعيد عيسى الليشاني، هو بالإضافة كونه والدي هو الملهم الأول. جميل، نحييه طبعا. نعم. ونحييه من هذا المنبر يعني. نعم، وإحنا كذلك معك. نعم، أجمل تحية. وتحية طبعا حتى لوالدتي اللي نعم. هي كذلك نحييه. نعم. الأولى. نعم. ناجية، السيدة ناجية رمضان القبلاوي. هي من وراء نجاحك صدقا. نعم. طبعا. نعم. وهي نبدأ بوالدتي. نعم. هي يعني هي أساس بناء أسرة. ربي يبارك. من تسعة أبناء. الحمد لله ناجحين، كنا من حاملي الشهادات العليا بين ماجستير ودكتوراه، أربعة في الطب البشري، وخمسة مهندسين في مجالات مختلفة. تبارك الرحمن. وبالنسبة لوالدي الأستاذ سعيد الليشاني، طبعا كان نبي نختصر يعني نختزل تاريخ عمله وعطائه، يعني من الصعب يعني مش حنعطي حقه، لكن تقديرا لي يعني والدي يعني دار أعمال كبيرة وجلية وقدمها للدولة الليبية خلال مسيرة عطائه. وهو يعني كان بنتحدث على عمله، هو كان منذ يعني
منذ ستينيات. نعم. هو يعني في المصرف الصناعي العقاري. نعم. هو أحد واستلم المؤسسين صحيح؟ هو المؤسس المؤسس لسنوات بعدين طويلة. نعم. لسنوات لي من من الستينات وبعدين في لي سنة 80. نعم. وبعدها أصبح يعني أصبح المصرف الادخار العقاري. نعم. وقدم العديد من كل مصرف الادخار العقاري هو كل القروض اللي نحتت. نعم. على في ليبيا كلها هو حاول يعني يعطاها. نعم. بكل مهنية و نعم. هذه صورة السيد الوالد. خلاص. نعم. وفي نفس الوقت طبعا وبعدين عطاءه في إقامة المصانع. أول شيء الانطلاقة كانت من مؤسسة الإسمنت الوطنية وبعدها قيمة كل المصانع لأنه هو في كان مدير في الصناعة فأقام مصانع الإسمنت مثل مصنع الاسمنت مصنع الكبرى اللي هي في الخمس مصنع اسمنت زليتن مصانع مصنع سوق الخميس المصانع اللدائن والطن والسردين جميع يعني كثير من المصانع وضع في كتاب باسم قصة كفاح طبعا هذه بعد استمر عمله ليل 91 بعدين استقال يعني أنهى عمله تقاعد واهتم بالكتابة تفرغ للكتابة وتفرغ حتى للزراعة هو من يعني مزارع كبير دكتورتنا هو سبحان الله نعم كالسيد الوالد احنا عرضنا لها الصورة وحضرتك تفضلتي بالحديث عنه على مختصر جدا جميل نعم أكيد نعم نبدو يعني نرجع له ايه؟ لكن اللي يربطني بحضرتك إن السيدة الرائعة نسميها هنا الرائعة صدقا أجمل تحية لها عايدة الكبكي هذه أكثر كلمة رائعة أكبر تحية نعم. يعني هي مثال رائع للسيدات الرائدات في ليبيا بصراحة جميل هندسة جميل نعم برافو عليك طبعا السيدة عايدة كبتي اللي ربطني بحضرتك إنها هي كاتبة عن حضرتك من ضمن سلسلة أو من ضمن يعني تفضل نوجه لها تحية للسيدة عايدة سالم الكبتي هذه إنسانة يعني ما شاء الله يعني وضعت بصمتها في جميع مراحل عملها وعطائها يعني قدمت أشياء يعني مثلا أنا من بيش بنذكر حتى هي ما نقدرش نسرد تاريخها عملها ممكن خصصت حلقة أستاذ صحيح. بخصوصها نعم. لكن أنا بنحب نضيف يعني إن هي طبعا أول مذيعة ليبية هي من مواليد 51 مواليد القاهرة حسب علمي وأول مذيعة ليبية في قدمت الأخبار والبرامج السياسة في 68 وما شاء الله يعني لي مسيرتها حتى في السنوات الماضية القليلة الماضية في إقامتها في أمريكا قامت بعمل كبير جدا هو كتابة جمع شخصيات ليبية سمتها رائدات ومتميزات ليبيات وأنت من ضمنهم والحمد لله يعني هي هذا غلاف هذا غلاف أنا في ممكن الجزء الثاني وكيدرت ثلاثة أجزاء بدأت بالجيل الأول وبعدين استمرت بالجيل الأجيال اللي بعدها شملت ثلاث أجزاء هذه يعني أكثر من 300 شخصية كلها نساء نسائية وفي جميع المجالات وأظهرت وأبرزت المرأة يعني ويعني وتقدير حتى التقدير للمرأة الليبية وأزاحت الستارة على اللي هو اللي ما يعرفوش المرأة الليبية جميل وشم مدى يعني مدى العطاء اللي دارته في جميع المجالات في الداخل والخارج جميل جميل والشيء الآخر يعني هي يعني بس هذه حابة يعني نقولها للمشاهدين يعني حتى الكتبها هذه جامعة الدول العربية في مكتبتها نعم صحيح طبعا بعثت لها رسالة شكر وتقدير لعملها هذا
وإصداراتها شملتهم في مكتبة الجامعة. نعم. باش تكون يعني للباحثين في شأن المرأة الليبية. جميل. وكذلك مثلا أطلقت رسالتين شكر من الكونغرس. نعم. مكتبة الكونغرس الأمريكي. صحيح. نعم. وهي مكتبة من أكبر المكتبات. أكيد. في العالم. نعم. وحتى هي إصداراتها. نعم. شملوهم في المكتبة. وزي ما قلت يعني رسالتين. نعم. شكر على أعمالها ويعني نعم. وتقديرها. وأنا نشكرها من. نعم. هذا المنبر أن صحيح. يعني نعم. ولهذا إحنا لهذا السبب إحنا أفردنا حلقة لها وتكرمت بالحديث عنها نيابة عنها صدقا نظرا لوجودها خارج البلد يعني وجودها. نعم. في أمريكا دكتورتنا الغالية الدكتورة كريمة بشيوة وأحسنت صدقا التقديم وهي نفسها كانت راضية على فعموما لو هي في ليبيا على طول يعني شو نقول لك نحيوها وتكون عندنا تحية كبيرة لها. نعم. 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 يعجز اللسان عن ذكر. نعم. ما قامت به مثل هذه. جميل. المرأة. نعم. اللي هي من. نعم. من أفضل الرائدات يعني. نعم. وإحنا عندنا إن شاء الله في اتحاد سيدات الأعمال. نعم. حنشتغلوا عليها هي ومجموعة. نعم. من الرائدات قاعدين ما وصلناش للصورة النهائية لتكريم النساء الملهمات هدوما. نعم. كيف نكرموهم بطريقة يستفيدوا بها هم شخصيا ويستفيد اللي بيورثهم في عطائهم. جميل. جميل. فهذه من أهم الأهداف اللي احنا نسعولها إن شاء الله وحيصير عليها يعني احنا. نعم. كان سبق لي حضرتك. نعم. ان اعلنا عليها يعني هي من وراء الكواليس الشغل هذا. نعم. يعني دائما العمل. نعم. والعطاء. نعم. مستمر قريبا. نعم. هو الأحب الكرام احنا تبارك الرحمن جمعنا هذا اللقاء بما يسمى قواسم مشتركه يعني على سبيل المثال انتم الاثنين تحت اسم الحلقه تبارك الرحمن اللي هم نماذج من عطائهن على النساء يعني عطاء النساء هذه جلسه ثانيه وكذلك انتم يجمعكم ما يسمى بالاهتمام المشترك ان انتم في هذه المنظمه او ما يسمى باتحاد سيدات اعمال ليبيا وكذلك في المنظمه الليبية للخبراء والاستشارات. نعم. مهندسة هتاف لو تتكرمي ناخذ اولا موضوع اتحاد سيدات اعمال ليبيا بفعلك انت المدير العام او الرئيس رئيس اتحاد. نعم. انا من انصار التاع المربوطه راه أوكي. اوكي نعم فلو تتكرمي ماذا تعني هذه الكينونات او هذه ما يسمى الماهيات اللي هي مثلا سيدات اعمال او سيدات اعمال ليبيا او هكذا والغالب ان هي وكأنها كانت مقصورة على رجال أعمال. فكيف هذه النقلة؟ اتحاد سيدات الأعمال تأسس في سنة 2013 الفكرة كانت هي جمع نخبة من السيدات الرائدات. نعم. فكرة سيدة الأعمال أو التعريف لسيدة الأعمال أو سيد الأعمال في المفهوم العادي الناس يتوقعوا أن هي لها علاقة بالمال بصفة خاصة لكن هو المفهوم الصحيح إيه المفهوم الصحيح يعني سيدة الأعمال أو سيدة المجتمع هي التي تدير العمل بمهارة سواء تملكه بالكامل أو تملكه بشكل جزئي أو تديره لصالح الآخرين يعني حتى لو كانت هي مثلا عندها منصب في أو إدارة أو قسم. نعم. أو أي حاجة تميزت في أعمالها حتى لو كانت في جهة عامة يعني أو شركة خاصة فهي اللي تدير العمل بجدارة يطلق عليها اسم سيدة الأعمال فكانت الفكرة أن احنا نجمع نخبة من السيدات المتميزات. نعم. باش يكونوا هم كقدوة نسلطوا الضوء على ما قاموا به إن نزيدوا نطعموا أعمالهم بطريقة أكاديمية وبطريقة علمية صحيحة ونخلوا القاعدة هذه تتسع بحيث إن هم يدربوا غيرهم باش يكونوا هم سيدات مجتمع أو سيدات أعمال فهذه كانت
قمنا بمجموعة دورات وكانت تعتمد أكثر على ورش العمل والملتقيات، الملتقيات خاصة الاقتصادية والملتقيات على كذا صعيد يعني. فكانت في مجموعة من النشاطات كبيرة في من سنة 2013 الحمد لله أن نجحنا فيها يعني، ودرنا مجموعة من الائتلافات مع مجموعة من أصحاب الأعمال في العالم على فكرة يعني. أنا يعجبني في السودان الشقيق هم المصطلح حطينا مجلس أصحاب الأعمال بحيث ضم السيدات والسادة، فكانت ممتازة يعني. وعندنا هذا لأن في ليبيا؟ لا، احنا قاعدين يسموا مجلس رجال الأعمال، ما سموش هو مفروض ايه، مفروض يسموا أصحاب الأعمال. ومجلس أصحاب الأعمال في السودان كانت يعني أنا تشرفت جدا بأن كان عندنا علاقة مباشرة بهم، والتقيت بالسيدة سامية شبو بصراحة من سيدات الأعمال الرائدات يعني، كان من أروع وخدينا منها فعلا انهم هم الشغل اللي داروه وكذا، اقتبسنا منه شن قدرنا نشتغلوا به في ليبيا يعني. لانهم اشتغلوا زي ما سيدات الاعمال في البحرين مثلا اشتغلوا على مشروعات المتناهيه الصغر، فكانت شغلهم بطريقه ممتازه يعني مميزه. دكتوره سناء، يعني قبل ان نستعرض صدقا الاعمال الضخمه كبيرة، مشاريع كبيرة الإنشائية وغيرها اللي حضرتك يعني شرفتينا كليبية مقيمة في الخارج أنك أنت ساهمتي فيها. قبل أن نستعرض، نتمنى زي ما احنا قلنا جمعنا الموضوع، جمعتنا هذه ما يسمى بالتعاد اتحاد سيدات أعمال ليبيا والمنظمة الخبراء. نعم، لو تتكرمي أنت انضميتي للاثنين يعني طرح لطرحات البشمهندس هتاف رائع جدا، لكن يعني وجهة نظرك أنت كنت مقيمة في الخارج لسنوات طويلة، هل الجاري الآن يضاهي ولا يعني كما يقال يعني يوازي المفهوم تاع سيدات الأعمال في الخارج يعني؟ من ناحية سيدات الأعمال كانطلاقة احنا نحاولوا أن نكونوا يعني نحققوا أشياء يعني كبيرة من خلال يعني توانا بنعرف المشاهدين على منظمة الخبراء. المنظمة الليبية للخبراء والاستشارات. طبعا هذه منظمة يعني غير حكومية وتجمع الخبراء الليبيين من شتى المجالات ومن جنسين عكس اتحاد سيدات أعمال. على فكرة عفوا، اتحاد سيدات الأعمال هو عندنا عضويات للرجال يعني المجلس العلمي ولجنة الخبراء، لجنة الخبراء في اتحاد سيدات الأعمال تجمع الجنسين. في يصير فيها تغيير الاسم فيما بعد يعني، هي المفروض تكون مخصورة. نعم تفضلي. نعم، فهذه كونها هي قصدها على انها المساهمات، لان الاعمال يعني هو قصدها كمؤسسه، اداره مؤسسه دائما جنب يعني الرجال يعني موجود يعني انها في اعمال الاداره والفنيه. فيما يخص منظمه الخبراء زي ما قلت تجمع الخبراء الليبيين في شتى المجالات، وهي فكرتها انها للتهدف لرقي وتنميه الـ يعني مؤسسات الدوله وعامل الدوله بجميع مؤسساتها وبالمجتمع اصلا يعني انها يعني تطور المجتمع وفي نفس الوقت عامل وفي نفس الوقت بالنسبة لعامل المؤسسات من خلالها الهدف تعيد الثقة للخبير الليبي بحيث أنه يكون يساهم في أمور ومجالات ويبين إمكاناته بحيث في جميع المجالات يعني خصوصا أصحاب الخبرة. نعم رائع. هو أنا اهتمامي بهذا الموضوع صدقا يأتي من أهمية مثل هذه يسمى جمعيات وغير الخبراء. لما
كان لي الشرف زورة بنغازي من أجل لقاء أحبة، من أجل تسجيل حلقتين أو ثلاثة للبرنامج. فصدقا كانت عندي مادة رائعة عرضناها ونالت استحسان الجميع. أجريت لقاء مع ما يسمى ب جمعية الخبراء الليبيين أو هكذا في بنغازي، وأدعوك أن أنتم تتعاونوا معهم. بصراحة ناس فعلا منظمة وناس فعلا يمشوا وفق معايير ويقدموا في خدمات رائعة جدا، خدمات استشارية للحكومة. بالضبط. نعم. هذا التشابك. نعم. هذا التشابك وهذا الهدف من إقامة الأشياء. صحيح. هذه هي ما فيهاش منافسة. نعم. هي تعاون ويصير تشابك. نعم. وتفاعل. هي المنظمة الليبية للخبراء والاستشارات، هي تجمع حوالي 200 خبير توا من كل رحمة. ليبيا عندنا في مجموعة فروع في المنطقة الشرقية وفي الجنوب. نعم. عندنا، وهي تأسست فكرة منظمة الخبراء حتى هي لغرض التعريف بالخبير الليبي وثقة الخبير في نفسه. يعني هو الخبير مش عارف يقول إنني خبير، هو خبير ومش عارف إنه هو خبير. ونوجهه في الأمر هذا طبعا تحية للدكتور صادق تهان رئيس المنظمة، وهو يعني هو صاحب يعني الفكرة وأبذل الجهود لإقامتها، فنحيي من هذا المنبر. رئيس مجلس الإدارة. هو رئيس مجلس الإدارة. طبعا مجلس الإدارة يدار ب يعني تدار المنظمة بمجلس إدارة يتم ترشيحه من الجمعية العمومية التي تشمل جميع الأعضاء. والمهندسة هتاف هي مقرر في عضو مجلس إدارة ومقرر. وأنا في المجلس العلمي للمنظمة. تحنجو إن شاء الله للجوانب العطاء عندكم إن شاء الله. مهندسة هتاف من ضمن لما تحدثنا على شخصيات، فتناولنا شخصية السيد الوالد والد دكتورة سنة، وكذلك شخصية من عدادك من ضمن يعني ما يمكن يقال عنا اهتمامات الأستاذ الكبيرة عايد الكبتي الرائعة زي فدوى بن عامر. حتى لما نكتب على أساس الرائعة فدوى قديش نحب. نعم. أستاذ هتاف نستعرض الآن شخصية أو شخصيات وحضرتك تعلق عليهم كبيان عطاء كما هو عنوان الحلقة. نماذج من عطائهن. تمام. نحب الكلام. نعم تفضلي. هذه مجموعة. أوكي. من الشخصيات المبدعات. هذه مجموعة من. نعم. الشخصيات الرائدات اللي. صحيح. تميزوا. نعم. بعطائهم. جميل. جميل. وغنيات عن التعريف طبعا كلهم، يعني الحمد لله فخر للمرأة الليبية. نعم. نعم طبعا هو هذه مجرد مجموعة بس. ايه. يصعب حصرهم ولا الحمد. بالضبط بالضبط. يعني هي المرأة الليبية العطاء بتاعها إلا محدود، وعدد من كل المدن من كل المناطق حتى يعني من القرى الصغيرة. نعم. بالضبط. واللي ما تمش حصرهم أكثر من اللي تم حصرهم. يعني صحيح. المرأة. نعم. الليبية تميزت بعطائها بصراحة. نعم. في جميع المجالات. نعم نعم. ما بين. نعم. رائدات أصحاب المبادرة، ما بين اللي فعلا وللعند الآن. ايه. في العمل المسؤولية. نعم. المجتمعية. نعم. وهذا بشأن مستضيف حضراتكم. نعم. فعلى سبيل المثال المهندسة لطفية الأرنوط طبعا غنية عن التعريف. نعم. واحدة من الملهمات بالنسبة لي أنا. نعم. ولكثير يعني عمتي السيدات. ايه والأنسات. نعم. 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 المهندسات يعني. نعم. نوجه لها التحية اليوم. نعم. وإن شاء الله ربي يمدها بالصحة. آمين. طول العمر. هي كانت لها بصمات كبيرة. نعم. على المستوى حتى الدولي بغض النظر عن كونها أولى المهندسات الليبيات من سنة 61. نعم. نعم. وبعدين اشتغلت في. نعم. ماجستير المناطق عمارة المناطق الحارة في لندن. نعم. وهذه لما كانت مشرفتنا في الاتفاقية. نعم. مؤخرا. نعم. اتفاقية تصوير المنظمة الرائع فوزي بن عيسى. فوزي. نعم. بن عيسى نوجه له. الفنان الرائع. نعم. فنان بامتياز. نعم. السيد فوزي بن عيسى. فالمهندسة لطفية كان شغلها يعني في لندن تميزت بمجموعة من الأعمال، وكانت في سوريا وفي مكتب انجينيرينج اند ساينس في برضك في سوريا يتبع. نعم. صندوق النقد الدولي. نعم. وعندها مجموعة من الأعمال اللي هي معروفة ويعرفها الكثير يعني. نعم. نعم. في الدولة الليبية. في الدولة. نعم. الليبية. بالضبط. على مدى سنوات. نعم.
فكانت حقيقة هي من الناس اللي هم كانوا مصدر للإلهام، بالإضافة إلى عائلتي وأمي الثانية الله يرحمها زينب الأرناؤوط، اللي هي من بداية يعني من الرائدات في مجال التعليم معروفة، والحمد لله يعني كان عندي رصيد جيد في العائلة أنهم هم يكونوا مثل أعلى لي يعني. جميل، تبارك الرحمن، عطاء المرأة المحدود، وإحنا هذه الجلسة الثانية تحت اسم نماذج من عطائهن، وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت كانت حتى هي نماذج لاثنين من السيدات، وتناولنا جوانب في العطاء، نقدر نقول جوانب مثل فرض الإبداع والكان صدقا الموسيقى والإخراج السينمائي والطهي، تقول شيف ولا شيف لأن واحدة من يعني ضيفتنا كان عندها برنامج تلفزيوني ما شاء الله، أحلام بالحاج، وكذلك المجوهرات وغيرها. اليوم نأخذ جوانب قد تكون يعني ألا مادية، قد تكون مش مادية، نقصد يعني ألا مادية، اللي هي جوانب الـ يعني حنشوف ونستعرض الأشياء الرائعة اللي شرفتنا بها دكتورتنا الغالية في الخارج، والأشياء الرائعة اللي انت شرفتنا في الداخل، اللي هي لعلاقة بالمال والاقتصاد والإنشاءات والهندسة والهندسة الإنشائية وهكذا. من ضمن أوجه العطاء في سيدة في بنغازي باسم أو نالت لقب سيدة ليبيا الأولى. الموضوع هذا كان في عرفتي. نعم. الموضوع هذا كان في 2011 و12 وهكذا. صوت. سيدة يعني ذاتيا طوعية. كرست وقتها وجهدها في تنظيف مدينة بنغازي، وهي فعلا تستحق أنها تحمل لقب السيدة الأولى، وهي أفضل مثال يعني. جميل، أنا فرحان أنك أنت تناولت الحديث. الأحبة الكرام، نشاهد صورتها ومع الفيديو، مع الفيديو سنشاهد بعض مقاطع بالنسبة لي مخيفة لواحدة من الفنانات الراقيات الوديعة، الفنانة هادية غانا، واخدينها كنموذج لبيان ان المرأة مش بالضرورة تكون مكتبية. نعم. الان هذه السيدة، تفضلي استاذة. نعم، السيدة نجية التايب، فعلا استاذة نجية معروفة يعني. نعم. عند الكل شغلها كان جدا جدا مميز، كرست وقتها وجهدها في تنظيف مدينة بشكل كبير وواضح يعني. هذه ممكن تكون برا استاذة دكتورة سناء. نعم، فعلا تستحق لقب السيدة الأولى. فعلا، وحتى يحكوا عليها حتى لما تمرض سبحان الله ظلت تبي ترجع لعافيتها باش ترجع للكورنيش. نحيوها وإن شاء الله احنا ربي يعطيها الصحة والعافية. هادية غانا الفنانة الرقيقة هادية غانا طبعا هي نحاتة أو تخصصها خزف بالدرجة الأولى. نحيوها، وطبعا والدها هو الأب الروحي لي يعني. الله يرحمه دكتور علي غانا. ويرحم أستاذ المهندس الكبير امبيس. فعلا ابو الفنانين يقول. خسرناهم. لكن اعمالهم باقيه. هذه شغلها هذا شغلها، وهذه بصماتها يعني. مهندسه وتعرف تكتر كبك مع انك انت مهندسه زمان بالكي انا ما اقدرش يعني سبحان الله. طبعا هي راكبه من اجل هذه الاراده بس تدير الاراده واحده طبعا، لان هي يعمل ما حدش حيشتغل الشغل باتقان زي ما هي في راسها بالضبط. فهذه وهي طبعا لابد القول ان هي تقوم بالاشياء الثانيه الصعبه اللي بعض الرجال ما يقدروهاش يعني. على سبيل المثال حولت حوش السيد الوالد أو جزء منه، حوش العائلة، إلى ما يسمى ببيت غانا الثقافي. وهذا يتطلب جهد، كل شيء دارته بروحها بمساعدة صديقاتها. يعني نقدر نقول ما فيش عمال. فهي تلحم، معنى اللحام نشوفها الآن مثلا تلحم وتستخدم في الصاروخ وتستخدم في الشيمنت، تملعق، تبني، تركب، نجارة، حدادة، فن يعني. فاحنا جبناها كنموذج نحيوها في هذا المقام. وطبعا تبارك الرحمن قاطعه شوط كبير جدا
في تحويل البيت الأسري العائلي إلى بيت غانا للثقافة. وشغلها شغلها توا نعم. في مشروع المدينة القديمة مميز نعم. جدا نعم. وعندها هيك لمسات ميزة تمنكيت هذيك عرفت مفتشة على نعم. أعمال عندنا في العمارة من البيزك مطلعتها وتكلم فينا وعندكم عمل أساس. كذا وعمل كذا يعني ما شاء الله بصراحة مش نعم. مقصرة نعم. تحية بالضبط صحيح. فهذه طبعا كنموذج احنا طبعا كان عندنا شو بنقول لك يعني نماذج كثيرة لكن عمل ما يسمى بوقت الحلقة ونبدأ نحدث على أعمالكم وإنجازاتكم كنماذج فبالتالي ممكن نكتفي بهذا يعني طبعا في عدد كبير نعم نعم يصعب حصرهم هذا جميل. يعني للذكر ليس نعم. للحصر جميل عدد كبير من نعم جميل نعم احنا ما زلنا بصدد النماذج وحضرتكم إن شاء الله نموذج للمرأة المعطاءات ونعم ذاك المبدعة وغيرها. دكتورة سناء المعلوم عنك صدقا يعني ما شاء الله أنك أنت خبيرة دولية واستحقاقك لكلمة دولية لأنك أنت فعلا لما كنت في الخارج نفذتي مشاريع كبيرة ضخمة هيوش كما يقال يعني على جماعة الهندسة يقولوا هذه الضخامة قد يكون أبرزها قد يكون وصلحي لي أنك أنت شاركتي في الإعداد وما يسمى بالهندسة والهندسة الإنشاءات والترتيبات لأشهر ملعب تنس في العالم اللي هو ملعب ويمبلدون كيف نطقي ويمبلدون أوكي حدثين على هذا الأمر لو تتكرمي نعم طبعا يعني عملي في الخارج نعم. يعني أنا بعد ما أخذت الدكتوراه نعم. وانطلقت في مجال الأعمال وبداية وخاصة في المشاريع الواسعة نعم. الضخمة والواسعة اللي هي يعني space structures نعم. اللي هي نعم. المنشآت الفضائية يسموها الفضائية ما لهاش علاقة نعم. بالفضاء نعم. 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 لكن هي اللي نعم. هي زي مثلا stadiums نعم. الملاعب نعم. المسارح نعم. اللي مش من السهل شيء نعم. قاعات متعددة الأغراض مؤتمرات كل فكان يعني واحدة من محطات اللي هي كانت في البدايات اشتغلت عليها يعني من 2005 اللي هو سقف ويمبلدون نعم. المتحرك نعم. المشهور وهذا لملعب التنس الرئيسي وكان يعني كنت يعني أنا اشتغلت على التصميم وتجهيز حتى التقرير الكامل على مخرجات التصميمه وهو يعني هو يعني معقد واحد طبعا هذا يعني سقف ممكن تشوفه في الصور هذا المعلق فيه طبعا اكثر من موضوع هذا مشروع اخر هو جسر وايت هول في ليدز لا هذا في ليدز مدينه ليدز هذا المميز فيه انه والصعوبه اللي فيه الفكره هو مقوس من الفوق للتوازن متاعه ومن هو الجسر في حد ذاته في تقويسه واللي زاد أمره ممسوك بكابلات طبعا واللي زاد الأمر تعقيد وفكرة إنه ينقل في الكهرباء كابلات جميل. الكهرباء نعم. من جزء من المدينة الرئيسية من جزء من المدينة للمدينة الأخرى هذا كامل التصميم صممته نعم. وكنت مهندس المشروع ما شاء الله ما شاء الله فخر لينا والله الحمد لله نعم هذا طبعا جزء من صور هذه صور انا اخذتها شخصيا يعني في الزيارات يعني بتاع ويمبلدون مشروع ويمبلدون يعني تو لما نقول هي عاده الهندسه عاده يسمى مثلا مرحله اولى صحيح ولا يقولوا الانجينيرنج فيز صح ولا بعدين التنفيذ البلانينج نعم فيرست نعم البلانينج اولا بعدين الهندسه بعدين التنفيذ او التنفيذ فأنت ساهمتي في المرحلتين الزوز اللي هي التصاميم مرحلة التصاميم والإنشاء التصاميم. يعني طبعا وطبعا لأن لا. جزء من التصاميم هي حتى التصميم متعلق بأنت لا. كيف بتقوم بإنشائه صحيح فهذا طبعا هذا ويمبلدون لما تشوفه في السقف على الأرض نعم قبل يعني هذه نعم. قبل ما يرفعوا هذه من الصور اللي أخذتها يعني كنت كل صغيرة وكبيرة كل طبعا يقولوا كل طبعا هذا طبعا مشروع ضخم من تصميم المعماري
المرحومة زها حديد، المهندسة زها العراقية من أشهر المعماريين في العالم، أصبحت زها حديد. فطبعا شني هذا، أنا ما كنتش مسؤولة على التصميم، كنت مسؤولة على، لأن هذا في أولمبياد 2012 في لندن، فطبعا التصميم قبلها، لكن لأنه استخدم في 2012 من قبلها، وأنا كان عملي مسؤولة على إعادة التصميم بالكامل. نعم. للسقف. جميل. ليش إعادة التصميم؟ لأن في المشاريع الضخمة اللي تكلف مئات الملايين نعم. فشني اللي هي كاتريتشك، اللي هي شركة تدير التصميم. نعم. وبعدين يكلفوا شركة تانية ما لهاش علاقة بها، اللي هي كانت شركتنا، بإعادة التصميم لإجراء تشيك إنه هو يكون تمام وما فيش أي مشاكل، مطابق. نعم. مطابقة. نعم. جميل. فهذا أنا درت عليه تصميم كامل، إعادة التصميم كامل، يعني يعتبر كأنه يعني تصميم. هذا ويمبلدون من فوق يعني. فخلينا والله. طبعا طبعا فخر والله. هذا مو لما يتحرك. أيوه. هذه الصور أخذتها في المركز المائي اللي هو الأكواتيك سنتر مدع زها حديد اللي في الأولمبياد 2012. تبارك الله. هذا طبعا أحد في الدول العربية، كان في دبي. نعم. كنت مسؤولة على التصاميم محطات مترو دبي. ما شاء الله. فهذا اللي اشتغلت عليه كان المحطات، طبعا تقريبا حسب ما نذكر، لنا طبعا لي مدة 23 محطة من نوعين من المحطات تايب 1 و 2 وستة خاصات معناها تصميمهم يختلف، كل واحدة تختلف، منها محطة الجامعة ومحطة جبل علي، يعني محطات في مترو دبي. نعم. محطات ضخمة عندك كبيرة. محطات محطات جميل. لو قلنا محطاتك الزمنية ومحطاتك المكانية فيما يتعلق بهذه المشاركة الدولية، يعني فتاة ليبية ولا سيدة ليبية مثلا، نقدر نقول بريطانيا ودبي كأعمالي. نعم. الأعمال معظمها كانت في بريطانيا ونالت جوائز، زي مثلا مدع ويمبلدن جائزة البرلمان. لا مش جائزة البرلمان، جائزة البرلمان بروحها دي طبعا نحكي لك عليها، لكن أخذنا جائزة عمل فريق للويمبلدن من الشركات المنافسة. لا من الإنشاءات. نعم. الاي ستراكتي. نعم. هيئة الإنشاءات، معهد الإنشاءات. جميل. فكانت فيه يعني أخذنا الجائزة الأولى فيها، عمل فريق، ممكن واحدة من الصور كانت تبين. وفيه طبعا جواز حتى الوايت هول بريدج، هذا حتى هو أخذنا عليه شورت ليستد، يعني كانت قائمة مقصرة كثيرة للمختارين. من ضمن المشاريع المميزة جدا، لأنه هو مميز، يعني تشوفه ممكن هو جميل وبسيط، لكن هو فيه كثير من المعقد. وانت كذلك مميزة. بالنسبة للجائزة البرلمان، هذه كانت برلمان البريطاني، هذه وانا في اواخر عملي في بحثي في الدكتوراه في جامعة سوري، University of Surrey. كانت اجريت باختصار، اجريت في مسابقة يسموها Set for Britain، اللي هي مسابقة التميز في الهندسة، في العلوم والهندسة والتقنية. جميل. فشاركوا فيها عدد كبير، تقريبا اكثر من 1000 مشارك. نعم. وباحث. نعم. قدموا أعمالهم للبرلمان، وعندهم البرلمان البريطاني عن طريق لجان فنية طبعا، والحمد لله تم اختصارهم ل 125 شخص يعني باحث. نعم. وأنا كنت منهم، وهذا نفسه في حد ذاته كانت أكيد يعني أكيد حاجة أرى. كبيرة. نعم. أكيد. بعدين دعينا لتقديم أعمالنا في مبنى البرلمان نفسه، وكانت فيه لجان فنية وبرلمانيين، ويعني كان حدث كبير جدا، والحمد لله بتوفيق من الله نلت على الجائزة الأولى يعني، وتم تكريمي بتقديمي لميدالية مؤسس البرلمان البريطاني وقتها. كانت يعني هذه أنا يعني فخورة بقى أن أنا نمثل المرأة الليبية في النهاية، وأنا درست في ليبيا والجامعة في ليبيا ودراستي كلها يعني في ليبيا، جزء من دراستي طبعا كانت في العراق سنوات لما والدي كان
يشتغل في العراق حوالي 5 سنوات، فديك يعني كانت حتى هي لها وقفات ولها أثر كبير في صقل شخصيتي إنني عشت غادي صراحة. وفي نفس الوقت يعني هذه الجائزة فتحت لي المجال إن في الشركات غادي على طول يعني أول ما انخرطت في المشاريع الكبيرة والعمل فيها، والحمد لله وفقت إن شاء الله. نعم الحمد لله. نعم فيه زمان واحدة من السينمات في طرابلس، أعتقد سينما يصلحوا لي لحبة الماستر، أعتقد اسمها سينما الأوديون ولا هكذا، سقفها كان يتحرك. طبعا لما نقول سينما معناها كبيرة، معناها سقفها أكيد مسافة كبيرة. الدوة دي أعتقد في السبعينات، معناها لما نحكوا هذه التقنية، تقنية السقف اللي يتحرك زي ما أنت حكينا، كانت موجودة في طرابلس. نتمنى حد يصلح لي. أنا أذكر تحديدا بداية السبعينات كانت موجودة في سينما الأوديو أنا أعتقد أو ريكس أو هكذا في 24 ديسمبر. فنحب نقول بس يعني لا صحيح احنا في ليبيا عندنا أشياء يعني خاصة هذه التقنية كانت قديمة للأسف، الآن لا نفتخروا حتى اللي مواقف السيارات. شوف يعني كان أنا بنضيف على الحاجة هذه بس يعني إنه كيف كانت عندنا أشياء يعني احنا ليبيا دخلها التلفزيون الملون. وأنا متأكدة من المعلومة هذه قبل أوروبا. قبل أوروبا، لأن يعني أول ما طلع في أمريكا وقتها، وهذا طبعاً وقت السابق حتى قبل لما طلع التلفزيون المنوع، أول تلفزيونات وصلت لي ليبيا، ونعرف حتى بعض الناس يعني أكيد اللي كانت عندهم. كان أظن يجي فيه من المشارق إبراهيم مشارق أعتقد أو المهم يعني تلفزيونات ملونة مذكر. وكان قاعد يعني بعدها بمش نقول شهور، ممكن حتى أسابيع أو أشهر باش طلع في وصلي أوروبا. شكرا على المعلومة جميل. هذه يعني وهذه المعلومة. نعم هذه أيد القول إن الأشياء يلا خلينا نقول يلا. باش مهندس. نعم. صاحبة عطاء وأنت كذلك صاحبة عطاء. ربي العطاء بتاعك يعني شو بنقول لك تبارك الرحمن على المستوى المحلي لكن لي قيمة كبيرة، خصوصا أنت كمهندسة معمارية. وهذا الشغل وعكستيها في المنظمات والجمعيات، يعني ما غيبتيش حبيبتك اللي هي الهندسة المعمارية بشكل، فعندك سهامات كثيرة. ونقدر نقول مثلا بفعلك أنت الرئيسة، كنا ولا مديرة، رئيسة اتحاد سيدات أعمال. نعم. ما رأيك نحن الآن نستعرض بعض الصور ذات علاقة بنشاطكم هرب الاسم اتحاد سيدات أعمال جمعية المنظمة الليبية للخبراء والاستشارات. شكرا، وهذا اللي جمعنا مع بعضنا. نعم نشاهد مع بعض. نعم فتفضلي باشمهندس ربي يحفظك. وكرر القول ان طبعا اللي جمعنا الحاجتين هذوما اللي هم اتحاد سيدات أعمال ليبيا والمنظمة الليبية للخبراء والاستشارات. تفضلي. طبعا المنظمة الليبية للخبراء والاستشارات زي ما قلنا هي بتعرف بالخبير الليبي وتشتغل المفروض وضعها الرئيسي اللي مفروض تشتغل فيه إن هي كبيت خبرة لكل الجهات العامة والخاصة باش تحط بصماتها وتساهم في إعداد أو وضع الاستراتيجية الصحيحة لبناء الدولة. طبعا هي معتمدة شغل المنظمة على مجموعة من الدوائر، دائرة السياسة والأمن القومي، دائرة الصحة، دائرة، وكلها ما شاء الله فيها مجموعة مميزة من الخبراء اللي عندهم بصماتهم زي الدكتورة سناء. هذه واحدة من 200 خبير لهم بصمتهم. يعني سمحي لي ليست مقاطعة وإنما ملاحظة، الجمعية اللي في بنغازي أو أعتقد هي اسمها منظمة تبارك الرحمن، أذكر الرقم اللي هو 34 مجال. أنتم 20 مجال هنا؟ 20 مجال. هي قليصت، كانت كانت أكثر عدد الدوائر. قليصت حاليا لعشرين دائرة فاعلة بشكل حقيقي، وعندهم هي الفاعلة ونقصنا الدوائر اللي كانت. طبعا عندنا مجموعة من الاتفاقيات والمساندات في اتحاد سيدات الأعمال سواء على المستوى الدولي سواء على المستوى المحلي. احنا حبينا
نظهروا الاتفاقية هدية اللي كانت احتفاء بيوم العالمي للمرأة. فحبينا أن هي نديروا الائتلاف بين المنظمة الليبية للخبراء واتحاد سيدات الأعمال. هذه الصور متاع توقيع الاتفاقية. تظهر الآن على اليمين وحضرتك على اليسار. على اليسار ومعنا المهندسة أريج. أريج بغرارة نوجه لها التحية. هي ماسكة التواصل وهي عضوة برزك عضوة في الجمعية في المنظمة وعضوة وهذه مجموعة طبعا حضروا الاتفاقية كانت فيها المهندسة لطفية ومجموعة من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا وكثير من الضيوف بصراحة وأهم ضيف عندنا كان السيد أحمد الترهوني اللي هو كان دائما داعم لينا من هذه بعض الصور اللي هي هدو أعضاء البرلمان في تونس وسيدات الأعمال التونسيات كمثل هادو من ممثلين البعثات الدبلوماسية السفارة التونسية المندوبة أستاذة أمنية اللي حضرت الاتفاقية برام اتفاقية حضرت العرض الضوئي متاعكم صدقا انبهرت بأمانة شفت عندكم أعمال رائعة جدا العرض الضوئي متاعكم كان فعلا نشكر اللي دار أعداد ويعني فعلا شو نقول نشاط وفي ما أكثر من حاجة اللي هي تعاون مشترك وتعاون وفق ما يسمى بتبادل الخبرات نعم. طبعا هي اللي جمع المنظمة والاتحاد بصفة خاصة ان اولا هو احنا عندنا تقريبا معظم العضوات متاع منظمة الخبراء هم مؤسسين في اتحاد سيدات الاعمال طبعا الدكتورة سناء مديرة ادارة الفروع في اتحاد سيدات الاعمال وعضوة في المجلس العلمي فهي قاعدة تحط في القوانين والقواعد للانتساب للاتحاد بالطريقة الاكاديمية نحيي في الليلة هذه دكتورة انتصار عزوز غنية عن التعريف من أوائل المعماريات اللي كانت ليهم بصمة في البلاد وخارجها 30 سنة من العطاء في أمريكا وتميزت على مستوى العالم يعني كخبير دولي هي المدير التنفيذي لاتحاد سيدات الأعمال عندنا مجموعة حتى هي مميزة دكتورة تريا الورفلي في الشؤون الخارجية غنية عن التعريف وهي النائب لمجلس الإدارة النائب الثاني لمجلس الإدارة هديهم جميعا كلهم إن شاء الله هو على سبيل المثال لا للحصر يعني هو زي ما أنا قلت العرض الضوئي اللي أنا شفته صدقا انبهرت يعني فعلا واللي خلاني حتى نفكر في مشروع حلقة ان الاشياء اللي دير فيها انت مش بسيطه يعني ممكن احنا ما عندناش وقت نعرضها كلها تسمحوا لي ناخذ فاصل قصير الحلقه اللي فاتت قعدت ندور في كلمه قصير قلت قليل ما تجيش فاصل ونواصل لحب الكرام فاصل قصير ولا نعوده مرحبا مجددا يا الحبه الكرام موضوع اليوم باسم نماذج من عطائنا جلسة ثانية صحبة الدكتورة سناء الليشاني تشرف من جديد بحضورك وصحبة الباشمهندس هتاف ديما نقول هتاف هي بالضمة نعم هتاف الأرناؤوط تفضلي كنت يعني تتحدثي قبل الفاصل ايه فعندنا مجموعة مميزة بصراحة من جميع التخصصات في اتحاد سيدات الأعمال وإن شاء الله نكونوا نقدروا نحطوا بصماتنا ونورتوا العمل اللي احنا بديناه للجيل اللي بعدنا بإذن الله عندنا طبعا عضوية المتدربات وعضوية هادو إنهم هم يكونوا سيدات أعمال باش يبدو هم يحملوا الراية بعدين
كانت عندنا مجموعة من النشاطات زي ما قلت لك في السنوات اللي فاتوا، توقفنا في الأربع أو خمسة سنوات هدية، هو ما توقفش عمل الاتحاد، لكن توجهنا أكثر نظرا للظروف اللي مرت بها البلاد والكورونا والهادي، توجهنا أكثر لبرنامج المسؤولية المجتمعية، لأن الوطن كان محتاج لشغلنا أكثر من العمل الأكاديمي ولا الاقتصاد ولا هيك، لكن تو احنا بدين نرجعوا لشغلنا الأساسي إن شاء الله في الاتحاد ونشطوا الأعمال. وكانت دائما طبعا العمل في مجال المسؤولية المجتمعية كان واحد من أهدافنا، لكن كانت بطريقة أكاديمية ما تحيدش على الأهداف الرئيسية متاعنا متاع الاتحاد. فكنا لما نقوم بعمل مش حيكون مجرد عمل خيري، احنا نقدمه في مشروعات حقيقية تقي الناس دل السؤال، يعني تكون مشروعات حقيقية يعني. وعندنا حاجات الحمد لله على الأرض، حتى اللي ما تمش الإعلان عنها كنا داعمين لها، بالإضافة لدعم النشاطات اللي هي نحن نحبوها. وممكن واحد من النشاطات اللي جمعنا زمان في برنامج التصوير، صح؟ صحيح. فكان من أروع التجارب اللي مريت فيها في حياتي، بالإضافة لدعم مجموعة من البطولات الرياضية وبعض الاتحادات وفي مجال الفن والتقافة، كانت الحمد لله عندنا بصمات مميزة نفتخر بها يعني. وإحنا نفتخر بكم إن شاء الله. ربي يحفظك. شكرا. دكتورة سناء، بفعل أنك أنت خبيرة دولية، واستعرضنا بعض من تبارك الرحمن الأشياء اللي شرفتنا يعني سيدة ليبية أو فتاة ليبية في هذاك الوقت، الأشياء اللي فعلا تدعو للفخر. لكن في سؤال تقليدي اللي هو زي حضرتك بما تميزتي به تبارك الرحمن من إقامة طيبة وإغراءات للبقاء وكل ما يمكن أن يقال عنه، الحياة متيسرة متوفرة، اللي تبيه موجود، التقدير والامتنان هذا كله كان موجود. فالسؤال التقليدي، كيف حاجات زيادية تسيبيها وتروحي لليبيا؟ صحيح. عفوا، أنا نسي فيه روكا سؤال تقليدي مش استنكاري، سؤال خبري استفهامي وليس انكاري. نعم، هذا يعني يتبادر لذهن أي شخص حتى من المشاهدين. نعم. أنا يعني بنحكي أن أنا رجعت لأرض الوطن في 2013، يعني بعد بقاء أكثر من 14 سنة تقريبا في الخارج من عمل وعطاء، بعد ما درت أجز رسالة الدكتوراه، ورجعتي هي في مع نهاية 2012. شنو صار؟ جت الفرصة إن العودة للوطن كانت واحدة من الأشياء اللي يحاولوا، كان في برنامج لاستقطاب الخبرات للرجوع وتشجيعها، فهذه إحدى الحاجات اللي كانت يعني، فكان هم يعني كانت يعني التواصل إن هم يعني بالزبط. تم التواصل من 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 هذا الباب. جميل. في نفس الوقت اللي هو كان في 2000 في 2000 مع نهاية 2012 كان فيه كانت فرصة بداية انطلاق في أعمالي في النجاحات اللي تحكي عليها. نعم. كانت انطلاقة العمل في مشاريع قطر لكأس العالم. نعم. لأن بدت 10 سنوات قبلها. نعم. فكان من ضمن الفريق أنا اللي يعني ناديني أكثر، كانوا مرشحة وعرضوا علي العمل يعني، وحتى جزء كبير من اللي يشتغلوا معي كلهم يعني كانوا. أنت أهل لي لأن بالتجربة العمل الضخم درتوه نجاحات كبيرة. فكان فجت في نفس الوقت متزامن يعني هم العرضين، وكان الخيار أثرت أننا نعود لليبيا. سجلي يا باشمهندس، يعني على مرتين سيبت تبارك الرحمن التنعم اللي كانت والتقدير وكل الخدمات وكل، وكذلك فرصة الذهاب لمشروع كبير ضخم تاع مشاريع قطر. في قطر. نعم. يعني نعم. ضخمة. نعم. في مجالي وتخصصي. نعم. وإبداعي. استمر بالكلام الوطني الحلو. هذا استمر.
وبعدين المهم أنا اللي هذا رجعت، فأنا يعني أنا لا أندم يعني ما فيش نوع هذا كان هو هذا قدري يعني. هذا السؤال اللي عادة حتى هو ليس استنكاري خبري كما يقال، هل ندمت ولا لا؟ نعم. ممتاز. لا ما والواحد العودة إلى الوطن هذه يعني مش حاجة يعني ندمه، حي فيك هذا الحس الوطني بأمان. الحمد لله. نعم. وأنا نحاول إن يعني إن في عملي يعني تو ممكن نشوفوا عرض بعض الصور يعني هنا يعني اشتغلت لما جيت كنت عضو مجلس إدارة هيئة المشروعات العامة لمدة 10 سنوات من 2013 ل 23. هذه بعض الصور عن أعمالنا ونشاطاتنا، وطبعا حتى عضو في مشروع الطريق السريع راس الجدير مساعد، وعضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الليبية الإيطالية. كم قعدت فيه المشروع هذا أو كعضو يعني؟ عضوية في اللجنة الليبية المشتركة في حدود 10 سنوات يعني. طبعاً في شركة سايبوم الإيطالية. حطيتم عندكم في النشاط دكتور؟ ما كنا واخدين الشغل سب كونتراكت مع شركة سايبوم الإيطالية. ممتاز. هذا واحد من نشاطاتكم اللي شفته في العرض الدولي. خاص رائع. فيعني فيما يخص مشروع الطريق يعني اشتغلنا فيه، وبعدها طبعا يعني تم تغيير يعني تغيير بعد 10 سنوات، تغيروا الحكومة، غيرت كل العامل كل الطاقم العاملين فيه والشركة المنفذة كل العاملين، وكان وتم استبدالنا بناس يعني آخرين. احنا نتمنى لهم طبعا التوفيق والسداد في مواصلة الأعمال، لأن احنا قمنا في مشروع هذا، طبعا هذا مشروع طريق من أضخم المشاريع ومشروع استراتيجي، وأتمنى أن يجي يوم يتحقق يعني فيه أكثر من يعني 1700 كيلومتر على 4 قطاعات. القطاع الأول في المنطقة الشرقية من مساعد للمرج، وبعد القطاع الثاني والثالث والرابع. أنت قلت أتمنى فيما نقرأ ونسمع إنه هو مازال الالتزام من الجانب الإيطالي تجاه هذا الواحد مازال يعني، لأن الميزانية الأساس هي مش البجت الأساس هي 5 مليار، هذا تعويض حسب الاتفاقية اللي اختارت الدولة الليبية، منها اختارت الدولة الليبية إنه يكون توضع فيه الاتفاقية تشمل بنود أخرى في التعاون يعني، لكن كان من اللجنة الفنية والعمل الفني هذه الميزانية المخصصة كانت لقارة الدولة الليبية لتخصيصها لمشروع الطريق السريع راس جدير مساعد، وعملنا كل التصاميم كل التعديلات يعني. لكن كان قرروا أن يديروها حارتين في الأول بكل اتجاهنا، وسعناها ل3 حارات يعني لأن الاستيعاب في المستقبل، لأن هذا طريق سيار يربط يعني تونس كملت الجزئية مدحة والجزائر حتى هي، ففضل ليبيا يعني. فإن شاء الله يعني إحنا نشجع القائمين على المشروع توا إنه يواصلوا جهودهم، ونتمنى لهم طبعا كل التوفيق والسداد لصالح الوطن بإذن الله والمواطن إن شاء الله. ويعني وبالنسبة لهيئة المشروعات العامة عملها طبعا حتى هي استمرت ل10 سنوات، قلت لك لي 2013 لأن تم تغييرات في الدولة وتم بحل الهيئة، لكن عملها كبير. هيئة المشروعات العامة هي يعني عملها كانت حاضنة للبرنامج التنموي. برنامج التنموي على مستويات باختصار، أنا بنقول باختصار وحتى باش تكون واضحة للمواطن. الإشكالية مثلا اللي واقعين فيها، نتكلم على الشأن العام ما نتكلمش يعني سياسة، الإشكالية في الجهات المختلفة في لوم مثلا جهة عن أخرى إن في تقصير أو كذا، أرى أنه الكل يلام لأن ما فيش تداخل يعني شني هاي العمل هيئة المشروعات العامة. كنت مديرة أيضا برنامج الإدارة الاستراتيجية للبرنامج التنموي. الإدارة الاستراتيجية هذه يعني هي لب إنجاح
المشروعات. صحيح. مشروعات في جميع القطاعات. صحيح. يعني نجاحها في جميع القطاعات، واللي هي اللي بتنهض بالاقتصاد، اللي هي اللي بتخلي الموارد المالية تذهب بطريقة في إنفاقها بالطريقة الرشيدة. جميل. فعلى كانت تضم، يعني كانت في خطة متكاملة كاملة. كلية. نعم. نعم. كلية متكاملة. تشمل من الاقتصاد الكلي للدولة. نعم. وتشمل يعني الإنفاق العام، وتشمل موضوع إدارة الإدارة المالية للدولة، وأيضا إدارة المشروعات. فهذه كلها تتداخل من ناحية أولويات ومن ناحية كذا، بحيث أنها تخرج يعني باختصار تطلع إطار عمل من خلاله ما يكون بطريقة صحيحة، إطار عمل من خلاله تعطي إطار عقلاني لصانعي القرار، إن بحيث فيما يخص المشروعات في جميع القطاعات إنها تقام بطريقة يعني تؤدي إلى نمو اقتصادي صحيح وحقيقي وفعال، وفي نفس الوقت بياخذ الاعتبار الضروريات، الاحتياج. نعم. الاحتياج مثلا الأثر، نتكلم على الأثر السوشيو إيكونومي. نعم. يعني الاقتصادي الاجتماعي، وحتى الأثر البيئي والأثر الصحي. نعم. وهكذا. نعم. وقيمة هذه الأشياء في مقابل نعم. تكلفتها وش اللي يقدر نخرج منها. هذه باختصار يعني عن العمل. فهو يعني يعني نرجع للنقطة الجوهرية، احنا سعداء انك انت اخذتي القرار وفق الحس الوطني ورجعتي لليبيا من اجل فعلا المساهمة في البناء. ربي يحفظك. نعم. المساهمة في البناء كذلك مع جهتكم او جهتين تبارك الرحمن، اتحاد سيدات اعمال ليبيا ومخنبني والمنظمة الليبية الخبراء مازال ما حفظتهاش. من ضمن النشاطات زي ما انت حكيتي عندكم نشاطات تنموية ونشاطات كذا وتثقيفية والكثير يعني والاستشارات وغيرها، لكن في الجانب الجميل اللي هو الجانب اللي يحبوه اغلب الناس اللي هو جانب التعاطف والجانب الخدمي الاجتماعي الخيري التطوعي اللي هو جانب يعني زي ما نقول المسؤولية المجتمعية. اوكي، المسؤولية المجتمعية او الاجتماعية قد تعني بعيد شوي على اللي بنقوله، لان فيما نعلم وصلحي لي تعني مسؤولية الجهات والمؤسسات وغير تجاه المنطقة ولا تجاه المجتمع تطوعية. هكذا. نعم. لكن لشد الفانتوم اللي هي تطوعي فيبقى فيه خارج إطار يعني الوظيفة. نعم. نعم. خارج إطار الوظيفة. نعم. بس هو الواجب الوطني. نعم. تحت. فلو تتكرمي رمضان يجمعنا الآن والله الحمد وقريب العيد سبحان الله. نعم. إن شاء الله. رمضان ونشاطكم الخيري التطوعي تجاه بعض العائلات خصوصا في مناطق معينة اخترتوها وفق خارطة معينة، فلو تتكلمي تحطين على هذا الموضوع اللي يعد موضوع مبارك وفعلا له قيمة كبيرة جدا خصوصا في أيامنا هذا. نعم. تمام. بفضل من الله الحمد لله يعني نحن قدرنا نتمكنوا، وكان عندنا مجموعة مميزة يشتغلوا معنا في فرع الجنوب. في الدكتورة مبروكة الحضيري اللي مديرة فرع الجنوب، ولكل عائلة الحضيري المبدعة. عائلة الحضيري هي مبدعة على فكرة، هي أول من قاد السيارة في 72 في الجنوب. نعم. وأول من فتحت في نفس السنة فتحت مدرسة تعليم قيادة، وكانت مسكت ترأست جمعية النهضة في الجنوب واللي ليها دور. نعم. فعال أكيد في أكيد. على جميع. نعم. الأصعدة. نعم. في التطوير والتدريب والمشروعات الصغرى. وطبعا الوقت لا يسعنا في ذكر ما قامت به الرائعة
السيدة مبروكة. كان من ضمن الشغل اللي اشتغلناه اللي هم وسمينا المجموعة هذه أو الفكرة المجموعة بالسفراء، لأنهم هم كل فعلا كانت سفراء للخير والمودة. كانت الفكرة بديناها من قبل رمضان بشهور، اشتغلنا على تقريبا مسح علمي شامل لأكثر من 500 عائلة يعتبروا تحت الصفر في الجنوب، في مجموعة من العائلات اللي اشتغل فيهم نذكره بالخير الأستاذ الخبير عضو منظمة الخبراء والاستشارات الطيب الخضيري. هو طبعا هو والطلبة اللي يقري فيهم في الجامعة الطلبة المبارك. نعم كان يعني تناغم غير عادي بين بين اتحاد سيدات الأعمال والمنظمة الليبية للخبراء والمجموعة هذو متاع الجامع، بالإضافة اللي كانت محلي الشغل هدايا واللي طلعه بالمظهر الرائع المتناغم، إن كان مشروع حقيقي للعمل مش الخيري، نحكي لعمل اقتصادي ناجح. عرفت يعني احنا وفقنا بحمد من الله لان احنا طلعنا 1000 سلة رمضانية لمجموعة من الأسر، بالإضافة لي كانت المجموعة هذه وإحنا كنا دائما الحمد لله داعمين ليهم وندعو كل الجهات الخاصة والعامة أنها تتوجه تدعم مثل أولئك الناس اللي هم صادقين فعلا وعندهم عمل حقيقي بلا مش طالبين لا لا شكورا ولا أجل أي لأجل التواب. السلات يعني تعطي للأسر على مدى رمضان بالكامل، يعني أربعة أسابيع كل أسبوع تطلع نفس العدد من هذه السلات. لا 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 مش سلة واحدة للأسرة خلال أسبوعياً. يعني السلات كانت تشمل كل شيء الأساسي والمكمل في رمضان. تبارك الرحمن. ممكن كانت مشروع كويس اقتصادي لتشجيعهم طبعاً السلات. يعني السلات تكون خيري وفي نفس الوقت نشاط بالضبط نشاط حقيقي. يعني كانت احنا باش نصنعوا 1000 سلة يعني كانت عندنا العزيزات ربي يبارك فيهم اللي كانت عندهم الصنعة في الجنوب. مستحيل انهم هم يقدروا يصنعوا لنا 1000 سلة. فجبنا البنيات الصغيرات تعلموا منهم الصنعة أيضاً. يعني وكانت مصدر دخل ليهم ساعدهم في رمضان. فكان مشروع حقيقي. وبهيك يعني انتم قدرتوا تمرير الحرفة والصنعة والمهارة بالضبط. وهذه من أعظم أهدافنا احنا في الاتحاد ان تكون مشاريع تنموية وتدريبية وبالتالي بعدين تنتقل الحرفة للي بعدها. ولكن احنا نشاهد هذا الفيديو قد يكون تلخيص بسيط للي قلتي حضرتك. أحب الكرام نشاهد معا. أفضل الناس عند الله من جعله مفرجا لكروبات الناس، وأفضل تفريج لكروبات الناس أن تهدي ضالا أو تأخذ بيد عاصي إلى رب العباد سبحانه وتعالى. يا الله، عندما يجعلك رب العباد مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
شمسك بسمة يظل الظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات الله عليه. نحب من خلال حضرتك أن نحيي كل هؤلاء الناس اللي فعلوا هذه الجهود الخيرة، خير بمعنى كلمة خير غيرها. نعم تفضلي. هو احنا حبينا نحط هذا النموذج كآخر عمل يعني حديث لينا حالياً قاعدين نشتغلوا عليه. أستاذة مبروكة اللي ظهرت في الصورة هي وزوجها الفاضل نحييه. طبعاً هي ليها بصمات واسعة مثلت ليبيا في محافل دولية ومؤتمرات وما شاء الله من ناحية العلمية، وتعتبر من 71 و 72 هي من النساء الرائدات. عندها صفة إدارية معكم يعني هي في الاتحاد؟ هي مدير إدارة، هي مدير فرع المنطقة الجنوبية. نعم نعم. وفي حتى المنطقة الغربية أي ما ننسوش الدكتورة أستاذة ربيعة، مهندسة ربيعة الغرياني اللي عضو مجلس بلدي مصراتة، وحقيقة لها بصمات رائعة. واشتغلنا مع بعض في فترة الأزمة متاع درنا، وكان لها بصمات رائعة على فكرة في كارثة درنا، يعني لمت مجموعة رائعة جنبا إلى جنب الرجال والنساء، بس النساء اشتغلوا فيها بحتى روح الأم، فكانت بصماتهم فعلا كانت واضحة يعني في الموضوع. جميل جميل. ماذا بخصوص يفل؟ في المنطقة عرفتي ماذا بخصوص يفل؟ مدينتك دكتورتنا، مدينتي الجميلة. نعم قصدي هل متى فتحتوا فرع في يفل؟ عندنا المنطقة الغربية بشكل كامل. بعدين مناطق على حسب النطاق النطاق يس. واحنا تو في المنطقة الشرقية نتكلم عن الجنوب والغرب. في المنطقة الشرقية كيف يعني بادين نتعاملوا لنا في شخصيات، يعني أنا حابة مثلا نذكر هو في عديد من الشخصيات، لكن منها إحدى السيدات الملهمات بالنسبة لي الدكتورة مرادة شريف البرعسي، نحييها من هذا المنبر. هذه تعتبر أم على صغر يعني سنها، يعني أم يعني اللي من أعمالها الخيرية اللي قامت بها. نتكلم على جانب واحد من أعمال، من غير عملها في المرأة، شؤون المرأة وتمكين المرأة والطفل وحقوقهم والقوانين، انخرطت في أعمال كبيرة، لكن الجانب نسلط الضوء على جانب الرعاية في جمعية هنا للرعاية والخيرية لرعاية الأيتام على مدى سنوات عديدة. يعني في أطفال أصبحوا ما شاء الله، ويعني تقريبا اكثر من 5000 يتيم رعيتهم. تبارك الرحمن. يعني هذه حقيقه من الناس اللي يفترض ان مش بس نقول تكريم، لكن حتى ان صلت الضوء على عملها تكون قدوه. انا يعني اتشرف ان قدمنا دعوه على الهواء، ان لما تكون في طرابلس تحل ضيفه عزيزه كريمه وتشرفت ان شاء الله. انا يعني مهما تحدثت عليها مش يعني نوفي. عندنا مجموعه بصراحه من المميزات في الشرق اللي ما نقدروش نسردوهم توا، لكن عندنا لا بما تجود به الذاكره وفق عنوان الحلقه. استاذه ابتسام عبد الله صقر
أستاذة في القانون ومحامية، حتى هي كان ليها بصمات رائعة خاصة في الكارثة الأخيرة متاع درنا، وليها بصمات برضك حتى هي اللي هي تقريبا قاعدة تشتغل على المنطقة الشرقية وإدارة فرع المنطقة الشرقية، يعني وعندها مجموعة من المميزات نذكر منهم، عندنا مجموعة كبيرة يعني من من جميل. الأعضاء اللي جميل ممتاز. وهذا السؤال هو خفيف جدا جدا، مرة أخرى بما تجود به الذاكرة لحضرتك مزوز، يعني بداية بالدكتورة، الشخصيات اللي أنت تعترضي بهم، شخصيات الليبية من السيدات أقصد، يعني اللي ممكن تشكل في حياتك على وعلى السيدة الوالدة، وإحنا تقدمنا لها بتحية، يعني أكيد في قبل حتى لا تمشي برا أو حتى وانت برا، يعني أكيد في اللي تشعر أن هي شكلت في حياتك بطريقة أخرى، ممكن كانت قدوتك، ممكن حصلت من وراها يعني ما يسمى بالإلهام وهكذا. هو صحيح، هو كان أنت مثلا تتكلم مثلا سيدات، هو كان من من الجنسين حقيقة، من غير والدي ووالدتي يعني، طبعا هو في نطاق يعني دائما القرابات يعني. نقصد وفق عنوان الحلقة اللي هو نماج من العطاء. طبعا هو لا يعني صعب أننا طبعا نستحضر، لكن يعني طبعا عندي كسيدة عمتي اللي هي أخت والدي، عمتي عائشة رحمة الله عليها، هذه من السيدات يعني المربيات بشخصيتها، ووالدي حتى هو شجعها لأنها كانت يعني هي اللي كان حتى مسؤول يعني إن في صغرها يعني إنها تتعلم وتواصل تعليمها، لأن هي من المربيات الفضيلات المدرسات الجيل الأول. مقيمة في يفرن ولا مقيمة في طرابلس؟ لا لا في طرابلس، من يفرن حتى بدت يعني تعليمها، وصلت تعليمها لما نزلت لطرابلس وصلت، وكانت وقتها صعب الحاجة أكيد هذه أكيد المرأة يعني لازم فعملت يعني فهي حتى ممتاز حتى ممتاز عندي يعني طبعا بالنسبة للرجال عمي حتى هو عمر من أول عمر قبلاوي عمر الليشاني عفوا كان يعني حتى هو من الناس اللي رحمة الله عليه، حتى هو من أول الصيادين ربي يخليه رحمنا. باش مهندس هتاف نفس السؤال إن أحببتي يعني وبما تجد به الذاكرة، يعني بالنسبة لي طبعا مربيتي وأمي الله يرحمها زينب القرناوط هي كانت بداية إلهامي، يعني أنا من شهرين من عمري فهي كانت مربيتي ومعلمتي، ويعني الله يرحمها. بالإضافة لأمي رشيدة مشاكو كانت ديما نشبح فيها مميزة، يعني كانت مسكت إدارة مدرسة وكانت قوية يعني أنا استمديت منها القوة. بالإضافة لي من الشخصيات اللي نايما كنت من وأنا صغيرة نعجب بيها جدا زوجة عمي وفاطمة القرناوط الله يرحمها، كانت من الناس المميزين في حياتي، كانت في مجال إدارة التمريض يعني من أولى اللي اشتغلوا في هالمجال واللي تم تكريمهم على مستوى دولي. في الفترة اللي بعدها لما بديت نقرأ أو لما خشيت الهندسة كانوا عندي مجموعة بصراحة من الدكاترة والمهندسات اللي ما يسعش الوقت لذكرهم، نذكر منهم المهندسة نريمان المبروك ربي يذكرها بالخير، والمهندسة نادية جبريل، والمهندسة إكرام باش إمام اللي هي كانت أول من وضع رجلي على المشاركات الدولية. جميل. جميل. في بحبك بحبك. طبعا احنا نترحموا على هذو ما اللي هم تشوفهم قدوتكم ونشوفهم كنماذج، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ترفع من الأحياء منهم، يعني أنتم كذلك يعني تشرفنا بحضوركم كنماذج لي كما هو عنوان الحلقة، نماذج من عطائهن على السيدات والنسات. فعلا فعلا شو نقول، كان الجلسة الثانية الله سبحانه وتعالى يوفقنا نحن نجلس الثالثة ورابعة مع شخصيات أخرى.
شرفوا ليبيا. دكتورة سناء اللي شاني شو يقولوا فيها أجمل تحية قلبية ليك، إنك أنت فعلا شرفتينا، شرفت ليبيا. يعني شرف فعلا مثلت التمثيل الرائع كسفيرة في موضوع الإنشاءات وغيرها، فشكل لك الحضور. والبشمهندس هتاف الأرناؤوط شكل لك ذاك الحضور، رب يحفظك حتى أنت بالعطاء بتاعك الكثير متنوع، رب يحفظكم. فقبلوا مني هذه الوردة ككلمة شكر بسيطة جدا لحقكم. نعم تفضل دكتورة. شكرا. رب يحفظك. تفضل. شكرا. رب يحفظك بشمهندس، تفضلي. رب يحفظك إن شاء الله. ربي يحفظك. شكرا لكم. رب يحفظك. بارك. تفضل تفضل. وهذه طبعا لكل من له، تفضل تفضل، لكل من له علاقة بالإبداع النسوي، النسوي في المهنة النسوي في كل مجالات، في كل مجالات. الحب الكرام هذه لكم، حب مدتي وما توفيق الله بالله سبحانه وتعالى. نشوفكم إن شاء الله كل أحد وثلاثاء وخميس الساعة الواحدة بعد التراويح، بعد منتصف الليل. الإعادة لهذه الحلقة غدا إن شاء الله الساعة 9 صباحا. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.